متابعي قناة أنفاس باريس، مرحبا لكم. اليوم 22 شتنبر 2021، طوت جهات الدار بيضاء صفحة الأسارة والمعاصرة وفتحت صفحة أخرى مع حزب الاستقلال في شخص عبد اللطيف معزوز، وهو الاسم رئيس الجديد لجهة الدار بيضاء سطات. بدون شك أن جهة أو أكبر جهة في المغرب وهي جهة الدار بيضاء سطات لها الكثير من الإمكانيات ولها الكثير من المؤهلات، ولكن أيضا تحبل بمجموعة من المشاكل التي لا بد على السي عبد اللطيف معزوز وعلى المكتب المسير لتتكون من أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني الأحرار والأسارة المعاصرة باش يبذلوا مجهود كبير من أجل الرفع من قيمة هذه الجهة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى القاري. أخ عبد اللطيف معزوز هو يعني كفاءة وطنية سبق له أن تقلد واحد العدد ديال المناصب للصعيد الحكومي، وكان أعتقد اليوم بأنه هو كرئيس عنده من الكفاءة ما يكفي لتسيير هذا المجلس ولرفع التحديات اللي كتعرفها هذه الجهة. كذلك هناك فريق الحمد لله من الكفاءات اللي اليوم معاه في المكتب، واللي غادي نحاولوا مجموعين أننا إن شاء الله نشتغلوا كفريق يعني كفريق واحد باش يمكننا نرفعوا هاد التحديات اللي كتعرفها هاد الجهه واللي مطلوب منا اننا نستجبوا يعني اللي خاص المواطنين ونبقاو بهاد الجهه القيمه ولا الدرجه اللي بغاها صاحب الجلاله اولا وثانيا اللي بغاه المواطنين المغاربه والسكان ديال هذه الجهه. كتعرفوا انه جهه الدار البيضاء سطات هي اكبر جهه في المغرب وخص فعلا تقوم بالدور ديالها كقاطره ديال قطيرة في كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذا المجلس غيكون فيه التجانس ما بين الأحزاب ولا غيكون فيه شد؟ وهذا استكمال العرس الديمقراطي والنتائج ديال 8 شتنبر. كتعرفوا انه المواطنين المغاربه بصفه عامه والمواطنين ديال هذه الجهه صوتوا ودعوا ثلاثه ديال الاحزاب في المقدمه، يعني انه المواطنين المغاربه كيطمحوا انه هذه الاحزاب هي اللي تسير هذه المجالس. وكنت حنا اليوم بهذه التشكيله هذه كنستجبوا للرغبه ديال المواطنين ديال هذه الجهه والنتائج اللي يعني اللي صوتوا عليها. وطبيعه الحال حنا اليوم تحالف ثلاثي اللي متجانس واللي غادي يسعى ان شاء الله انه يحقق الطموح ديال المواطنين ديال هذه الجهه. استاذ بلقيس، كيفاش تشوفوا الانتخاب تاع السي عبد اللطيف معزوز كرئيس جهه الدار؟ حنا فرحانين بزاف بهذه الرئاسه ديال السي معزوز، لانه رجل ذو قيم اخلاقيه لمهمه. عندنا الامل بالنسبه لهذه الجهه، لان هذه الجهه كي قالها السيد الرئيس مهمه بزاف، والساكنه ديالها تقريبا 7.5 مليون ديال النسمه. دونك عندنا مسؤوليه كبيره بالنسبه لجميع الميادين، بالنسبه للتعليم، بالنسبه للانفراستركتور، بالنسبه للصحه، وخصنا نكونوا على انا ثقه بانه هادي يكون على المستوى ديال المسؤوليه اللي تعطات ليه. وحنايا كنائبين راحنا في جنبه باش نمشيو على الامام. معزوز عنده تجربه كبيره على مستوى الحكومه، واش تشوف ان السي عبد اللطيف غيكون على قدر المسؤوليه في رئاسه؟ طبيعة الحال الاستاذ عبد اللطيف معزوز كفاءه وطنيه، وزير سابق في حكومه صاحب الجلاله، عنده من الكفاءه اللي تخليه واللي تبوؤه الصداره في الجهه بطبيعه الحال، اللي خولات له يكون رئيس مجلس الجهه بالثقه ديال المواطنين والمواطنات، وايضا بالثقه ديال اعضاء مجلس الجهه او وعضوات مجلس الجهه. وكان نتمناو الخير لهذا المكتب الجديد، وحنا كلنا ثقه في الرئيس الجديد باش يكمل المشوار ديال الولايه السابقه وديال الرئيس السابق. حزب الاستقلال خسر هذا الاسم تاع عبد اللطيف معزيز في الوقت اللي يعني ربما كاينين اسماء على مستوى جهه الدار البيضاء، علاش تم اختيار تاع هذا الاسم؟ وحنا حزب الاستقلال كله كفاءات، ولكن الاخ عبد اللطيف معزوز تم اختياره من طرف اعضاء ديال الجهه لانه كفاءه كبيره، كفاءه وطنيه ومناضل داخل حزب الاستقلال وقيادي داخل حزب الاستقلال. كنت نائب عمده الدار البيضاء، الان تم النائب الاول لرئيس جهه الدار البيضاء، تطرح دائما مساله تاع التنسيق ما بين المجالس الثلاث مدينه الدار البيضاء، واش في التجربه تحرصوا على هذه القضيه هذه؟ ايوا الحمد لله، طبعا انه التجربه ديالي كنائب عمده الدار البيضاء لوليتين ان شاء الله غادي تفيدنا في التجربه ديال الجهه. ومن طبيعه الحال غادي نقوموا وتنعرفوا الاشكالات اللي كاينه فعلا في التنسيق ما بين هذه المجالس، وهذا الشيء كنعرفوه غادي نحرصوا ان شاء الله اننا الاشكاليات اللي كانت نتفاداوها، والتجربه ديالي كنائب عمده الدار البيضاء لوليتين غادي تنفعنا ان شاء الله في المجلس في التدبير ديال هذا المجلس ديال الجهه. الجهه الدار البيضاء المشاكل ديالها كما قال السي الرئيس ايضا، والمشاكل ديالك كثيره وعندها ايضا امكانيات كثيره، كيفاش هما تحققوا الطموح تاع الساكنه تاع هذه الجهه؟
وكما كما سبق لي وقلت باقي المنابر الاعلاميه بان كاين هناك مخطط التنميه الجهوي اللي يجب استكماله في هذه الولايه هذه واللي بديناه في الولايه السابقه. كاينين مشاريع اللي بالنسبه للجماعه ديال الدار البيضاء والجماعات الحضريه المجاوره لها، كما كاين عاوتاني باقي المشاريع اللي يجب استكمالها في باقي الاقاليم اللي عندها الطابع القروي واللي عندها جماعات قرويه واللي كيغلب عليها الطابع القروي واللي خاصنا نقلصوا فيها سميتو اللي خاص يكون فيها تخليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه.